العالمين نحمدك ربنا حمد الشاكرين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان سيدنا واستاذنا ومعلمنا وشفيعنا ان شاء الله يوم القيامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد اوراق الاشجار وحبات الرمال. وبعد، ايها المسلمون عباد الله، ما زلنا في الأيام الأخيرة من شهر البركة، من شهر القرآن، ما زلنا نبحث بهمة عالية وبكل جهد من أجل أن نفوز بالجائزة الكبرى، وهي ليلة القدر الذي جعلها الله عز وجل خير من ألف شهر. فهيا بنا نقوي الهمة ونشتد في الطاعة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصانا وصايا كثيرة، وخاصة في شهر البركة، في شهر رمضان، شهر النفحات، شهر الهدايا والكنوز، وصانا بتقوى الله، وتقوى الله في كل شيء، وهي أن تؤمن بالتنزيل وأن ترضى بالقليل وتستعد ليوم الرحيل. وصانا بحسن الخلق، وقال الحبيب في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. نحن نرى وكلكم تشهدون بذلك مشاحنات حتى أمام بيت الله وفي وقت الصلاة، بلا حياء ولا إحساس. هؤلاء ندعو الله لهم بالهداية، هؤلاء سيطر عليهم الشيطان ووسوست لهم أنفسهم الأمارة بالسوء. نسوا أن هذا بيت مقدس وأن فيه وجوه طاهرة متوضئة تركع وتسجد لله. وكذلك وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا أحباب، إذا كنت مخلصا لله في عمل يسير بسيط واطمأن قلبك، تجد انشراحا في الصدر، ويجد الإنسان نفسه في سعادة وهناء وسرور، حتى ولو كان يعاني من مما نعاني منه جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أربع آيات، أربع كلمات هم خير الكلام كله. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلمات هم خير الكلام كله، أتدرون ما هم؟ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وهما الباقيات الصالحة. هما دول اللي حيبوا عند ربنا كالجبال في الحسنات. اقرأ قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات، تردد يا أحباب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير كلمة قلتها أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله، وهي في الأربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل يقول الصادق المصدوق: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها الأحبة، لن توفق في كلمة لا إله إلا الله
رسول الله عند السكرات وعندما يأتيك ملك الموت إلا بعمله، عملك الصالح. ومن أجل ذلك أيها الأطهار أقول جملة قالها من قبلي هنا شيخنا الرباني المبارك الشيخ مجدي ولي، ربنا يبارك فيه وفي أجساده من العلماء الربانيين المخلصين، وكل من يعلمنا شيئا عن الله وعن رسول الله نضعه على رؤوسنا وهو في قلوبنا حبيب. قال هذا الرجل جملة أود أن أتكلم فيها أيضا، يقول حكيم: إن أحسن الإنسان فيما بقي غفر الله له ما قد مضى وهو كثير. تاني، وخاصة كبار السن مثلي اللي عدوا 60 ودخلوا على 70، من أول 50 لازم تعرف إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70 والقليل من يتجاوز ذلك. لابد أن تعد الزاد والزواد لملك الموت الذي سيأتيك فجأة لا تدري متى ولا أين. لابد أن تعد الزاد والزواد من أجل الرحيل ومن أجل السفر الطويل، من أجل روضة من رياض الجنة في قبرك يا حبيبي في الله. أخي المسلم، من أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى وإن كان كثير، ومن أساء فيما بقي ولو كان قليل تحمل ما بقي وما مضى وتسبب في هلاك نفسه في الدنيا وفي الآخرة. ولا تلومن إلا نفسه، إن الله لا يظلم أحدا من خلقه أبدا. أحبابي في الله، أود أن أتحدث معكم اليوم في 3 مواقع، وهذه المواقع في غاية الأهمية بمكان، فيها تقدير وتعظيم من الله عز وجل إلى رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. هذا التقدير والتعظيم من الله خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أرجو أن تعيلون الأسماع والقلوب والمشاعر حتى نخرج من هذا اللقاء بالعبرة والموعظة. الموقف الأول، رسولكم صلى الله عليه وسلم في داخل بيته المتواضع جدا، وأمامه مساحة كبيرة اجتمع الناس فيها بالمئات والآلاف، مجاميع، وكل منهم يتعجب ويتكلم، والرسول في البيت يسمع كل شيء. لماذا؟ لأنه ما هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم خرج الحبيب عليهم وقال لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله الذي بعثني بالحق نبيا لن أقول إلا الحق الذي يرضي الله، والله إني قد سمعت عجبكما وتحاوركما وأنتم تقولون وتتعجبون بأن الله جعل آدم أبا للبشرية، وبعضكم يتعجب ويقول: أليس من العجيب أن يجعل الله إبراهيم خليله؟ وبعضهم يتعجب ويقول: أليس من العجب أن يجعل الله موسى كليمه؟ وبعضهم يقول وهو يتعجب: أليس من العجب أن يخلق الله عيسى من روحه ثم يرفعه إليه؟ فأنا أقول، أي محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب النبي محمد رسول الله يقول: والله الذي لا إله غيره إن آدم هو أبو البشرية ولا عجب في ذلك، وإن إبراهيم خليل الرحمن ولا عجب في ذلك، وإن موسى كليم الله ولا عجب في ذلك، وإن يوسف خلقه الله من روحه وصعد إليه بأمره ولا عجب في ذلك. اسمع التكريم والتعظيم لأمة رسول الله ومن قبلهم
الحبيب النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب: والله الذي لا إله غيره وأنا حبيب الله ولا فخر في ذلك، والله إني أنا حبيب الله ولا عجب في ذلك، وأنا أول من تتشقق الأرض عنه يوم القيامة ولا عجب في ذلك، وأنا أول من يحمل لواء الحمد يوم القيامة ولا عجب في ذلك، وأنا معي مفاتيح الجنة، أنا معي مفاتيح الجنة. رسولكم وحبيبكم وقدوتكم هو من معه مفاتيح الجنة التي نتمناها. أنا معي مفاتيح الجنة، أنا أول من يدخل الجنة، ومعي فقراء المسلمين ولا عجب في ذلك. هذا هو الموقف الأول. معذرة والله، كنت منذ 3 أيام في وعكة صحية رهيبة جدا والتهابات وهكذا، ولكن من يتقي الله يجعل له مخرجا كما قال ربنا. ما نويت أن أجلس وأتكلم بهذه الطريقة إلا وأنا أحبكم في الله، ونتمنى أن يجمعنا الله مع الحبيب في الفردوس في جنات النعيم. الموقف الثاني، وهو فيه العجب، رسول الله كما تعلمون لما أتى إليه جبريل وأخبره أن الله غفر لك ما تقدم وما تأخر، ماذا صلى؟ قام فصلى ركعتين حمدا وشكرا لله. أتدرون بكم صلى ركعتين؟ صلى بسورة البقرة وآل عمران وجزء من النساء، يعني 4.5 أجزاء في ركعتين حمدا وشكرا لله. وصار في السجود واشتد البكاء خشية من الله، حبا إلى الله، توبة إلى الله، حتى أتته أمنا عائشة من غرفتها وظنت أنه فارق الحياة بأبي وأمي: أنت يا حبيبي يا رسول الله. فمسكت إحدى إصبع رجليه وهي تظن أنه قد فارق الحياة، فحرك إصبعه فقالت: الحمد لله ما زال على قيد الحياة. لما انتهى حبيبكم صلى الله عليه وسلم قالت له الزوجة الرحيمة الرفيقة بزوجها: يا محمد، يا رسول الله، ألم يخبرك أخيك جبريل أن الله غفر لك ما تقدم وتتأخر، تصلي حتى تتورم قدماك؟ فيبكي الرسول ويقول: يا عائشة، ألم أكن عبدا شكورا لله الذي غفر لي ما تقدم وما تأخر؟ أحبابي في الله، رسولكم صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع جلس يصلي كعادته 2 ركعتين في جوف الليل، وهو يصلي في السجدة الثانية في الركعة الثانية تذكر حال الأمة، حال أمته يوم الحساب والعقاب والجنة والنار، وبكى الحبيب بكاء شديدا حتى أمر الله جبريل: يا جبريل، انزل إلى أرض الدنيا واسأل محمدا ما الذي يبكيك هكذا يا حبيب الله. الله يعلم السر والعلم، ولكن الله يريد أن يسمعه من فمه الطاهر الشريف. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا أخي يا جبريل، تذكرت يوم الحساب والعقاب وحال أمتي، إني أخاف على أمتي من العقاب والحساب يوم القيامة. فيصعد جبريل إلى ربه عز وجل ويقول له: يا الله، إن عبيدك محمد يخاف على أمته يوم الحساب ويوم العقاب. فيقول ربنا: يا جبريل، انزل إلى أرض الدنيا وأخبر محمدا وقل له إن الله سيرضيك في أمتك يا محمد. بالله عليكم، هذا النبي الذي يحبكم هذا الحب، الذي دعا 124 نبي من قبله، كان له دعوة مستجابة ودعاها واستجاب لها.
لما أتى الدور على خاتم الأنبياء قال يا رب أوجهها لأمتي يوم القيامة وهي الشفاعة. الموقف الثالث نذكره في عجالة، ولكن أرجو أن تتمهلوا، فوالله فيها العجب، وأنا أتكلم بصعوبة ولكنها كلمات يحتاجها في هذه الأيام. هذا الموقف يوم عصيب، هذا الموقف عصيب، ولا بد أن نتذكره، ولا بد أن نعيه، ولا بد أن نتكلم فيه حتى نعد الزاد والزواد اليوم الرحيل والسفر الطويل. اليوم هو يوم أن نخرج من قبورنا. الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة جوعى عطشى، كل البشر يخرجون في آن واحد من قبورهم، يخرجون هكذا وينقسمون إلى قسمين، قسم صالح وقسم سيء. ندعو الله أن نكون من الصالحين. نمسك بقى القسم السيء وماذا سيحدث له، ثم نحلي ونختم، وخير الختام هو القسم الصالح. القسم السيء أي أهل الذنوب والمعاصي اللي ما كانوش بيسمعوا النصيحة، ما كانوش بيخشوا الله ولا يخافوه، ماذا يكون حالهم؟ منهم من يمشي على رجلين حتى يصل إلى الصراط، ومنهم من يمشي على بطنه. ربما أحدكم يتعجب كيف يمشي الإنسان على بطنه. هذا هو أمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون، وهذا هو عقابه وعقاب ذنوبه، يمشي حتى يصل الصراط. المدة قد ايه؟ المدة 50,000 سنة. انا عايزكم تتخيلوا يا احباب 50,000 سنة وهؤلاء الاشقياء يمشون، منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه، 50,000 سنة حتى يصل الى الصراط. والصراط كل واردها، اهل الخير لابد ان يمروا عليه. وكما قال العلماء ان الصراط احد من السيف وارفع من الشعره، خلي بالك، احد من السيف وارفع من الشعره، وفيه خلاليب وكلاليب من كلاليب اهل النار لاهل الذنوب والمعاصي، وهم حفاة عراة. يمشي يعثر في خطاف ينزل في جهنم، يقضي قد ايه من سنة؟ 1,000 سنة الله أعلم، ثم يخرج، وهكذا خطاف ثاني 1,000 سنة 10,000 سنة ويخرج. عذاب، عذاب والله. الواحد لو يتخيل هذا ما يغضب الله أبدا، حتى ينتهي الأمر بهم في أرض المحشر. طيب نروح بقى لأهل الصلاح، أهل الصلاح أول ما يطلع من قبره وهو حفاة عراة أيضا يجد ملكين ينتظرونه ومعهم الركوبة، معهم الدابة، يحملونه عليه ويمرون به من قبره إلى الصراط. المقدار قلنا 50,000 سنة، هؤلاء على أهل الذنوب والمعاصي، أما على أهل الطاعة، أهل الذين كانوا يخشون الله كأنهم يصلون ركعتين، يعني ربع ساعة 10 دقائق، كأنك تصلي ركعتين حمدا وشكرا لله، تمر 50,000 سنة. بعد كده أصبح الجميع فين؟ أصبح الجميع أهل السوء في أرض المحشر وأهل الخير في بداية الصراط. فمنهم من يعمر من على الصراط مسرعا، لن يصيبه من جهنم إلا إشارة بسيطة لا تضره، ومنهم من يمر حسب عمله كالريح، ومنهم من يمر سريعا كالبرق، كله بإذن الله. أصبحنا الآن يا أحبابي في أرض المحشر، وهي كما قال العلماء والسلف الصالح أرض بيضاء مسطحة كثيرة كبيرة تحيطها الملائكة من كل جانب، ما فيش حد هيزور، ما حدش يقدر يزور هناك إطلاق. وبعدها يكون الشمس قريبة من الرؤوس على بعد ميل كما قال العلماء، والعرق يتصدق من أهل الذنوب والمعاصي، منهم من يصل إلى الركبة، ومنهم من يصل إلى السرة، ومنهم من يلجم حتى لا يستطيع التنفس، يا رب سلم يا رب سلم، حتى أن الملائكة والرسل، الرسل يقولون يا ربنا سلم سلم، والملائكة يقولون
يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الشمس قريبة من الرؤوس والعرق يتسبق، والناس أهل المعاصي يتمنون الانصراف ولو إلى النار. خلي بالك، يتمنون الانصراف من حول هذا الموقف ولو إلى النار. ثم بعد ذلك ينصرفون إلى أبونا آدم. يا آدم، يا أبا البشرية، ألم ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند الله. يقول: والله إن ربي غضب اليوم غضبة لم يغضب مثلها، والله إني لا أستطيع أن أسأله الشفاعة، والله اليوم لا يهمني إلا نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى خليل إبراهيم، يقول مثله. اذهبوا إلى موسى، يقول مثله. اذهبوا إلى عيسى، يقول مثله. ثم يقول: يا أيها الناس، ألا أدلكم على التجارة الرابحة؟ اذهبوا إلى محمد، فهو حبيب الله، وهو خاتم الأنبياء، وهو خير الخلق أجمعين. فيذهبون أهل السوء، هؤلاء يذهبون إلى عرش ربهم، وقد أتى مستويا على عرشه يحمله 8 من الملائكة. يجلس رسول الله تحت العرش، فعندما يسألونه الشفاعة يقول: أنا لها أنا لها أنا لها. ثم يخر صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت العرش لله، فيقول له رب العزة: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع. ثم بعد ذلك أهل الخير ينصرفون من ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ينصرفون إلى حوض سيدنا رسول الله. فمنهم من يسقيه أبو بكر الصديق، ومنهم من يشرب بيد عمر بن الخطاب، ومنهم من يسقيه عثمان، ومنهم من يسقيه علي، ومنهم من يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة لا يصبع بعدها أبدا. وهناك صنف عظيم، صنف في الفردوس، هذا الصنف يرفع الكأس على فمه ويشرب ويرتوي وينظر أمامه وينظر خلفه وينظر عن يمينه وعن يساره، فلم يجد من يسقيه، فيسأل الله: يا رب، من الذي سقاني؟ فيقول ربنا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا رب وعدنا يا رب. بعد ذلك أيها الأطهار، ينتقل أهل الصلاح وأهل الخير إلى مائدة عظيمة أعدها الله لهؤلاء الصالحين من كبد الحور ومن الخمر لذة للشاربين. أنا لا أريد الإطالة، ولكني أختصر بقدر الإمكان، فمعذرة. وعلى كل حال نكتفي بهذا القدر، وفي هذا القدر كفاية لمن أراد الله لهم الهداية. ونتوجه في نهاية هذا اللقاء المبارك بالدعاء إلى ربنا، فنقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، اللهم اجعلنا من القوم الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه، اللهم ارزقنا بليلة القدر يا الله، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وصالح أعمالنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، وزهدنا في الدنيا، وحببنا في الآخرة، وارزقنا الفردوس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. شكرا على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.